بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كورن وايدين شيء جواني ديري روحا مسلم كي ساوقي ما بدن الدين تكوتو سن نينك أسوق إسكو دعانا يدعال لما يدب إسكو جيستان ودعال يدب أدحي مسلمين وكبير من الكبائر هذان لبنا يسنين لقو قالوا بمايو دم ببوتاغن يحي وحي دارودي هو إسبابيين إسحاقين نين توان كقصر بالله إلى يومنا هذا كبير من الكبائر بيتاغن تهي لقو ما قالوا بين هذا يسن شرين ديك بنايسي إن قصدو قوائل كقاركود مركي دقالما هيا أنا يكود دقالما هيا جهاد بكو ترتا جهاد من قتل دون مالي فهو شهيد قول يها النواوة تنكارك فهو شهيد كون نواوة فهو شهيد فهو شهيد بس كور تمت ولا سكو حاقمي تاوى مداس لكن روحي مسلم كها روحي قالوا سوك حيستا إيه معين بلا إيه أوغهي لي يكو بابي يكو وحي لي كنا في روح مسلم قولا أو فعلا أفي أدي وحو حقو يلا يبا وكافر بالله العظيم تامرا ملا عند المسلمين عند أهل السنة والجماعة ومسألة إجماعية. ابن باز وحوليه وقد أجمع العلماء على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بحروف الشيخ من أخنية وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وكما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الظالمون هنا هم الكافرون بدليل قوله تعالى والكافرون هم الظالمون وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين الظالمين هنا محيط هاي الكافرين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين وكذلك أوحينا إليك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا محدبيل إلا الظالمون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون في سورة النور الفاسقون يا الكافرون يا الظالمون في القرآن الكريم أغلب كيوا قالوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الفسقوا هنا وامحي الكافرون وي. إذن وتزهق أنفسهم وهم فاسقون وهم كافرون بقران كبعدة إذن تامرا ملها مرا ملها إنك إنتو قال صوك حيث ومسألة إجماعية قرآن كتباحي شيخ الباني بفتوى دين لقو قالوا بي أو شيخ بن باز بفتوى دين لقو قالوا بي أو أحمد شاكر بنداء إلى الأمة العربية والإسلامية كتاب كيسا كلمة حق إذن يلا مكتبة دقو قرآن طاي أو علماء الصوماليات بفتوى تي واجي بلد حاو إيو اللوغ أحمد ركسو دو شيء قبائل كدر وقيبة كمدن أي صوك حيثين قيبة كمدن أي قالوا هرتاقنايين وذا ديه قطن با اسكوو تغي اسويدن كشيري فتاوي سو سارين با تاغن مسلو مسلا لا يقانو عانا وهي وحو حسن لي مد ماها نينكي قال سو كحيس ميشو دونا فا جوغو حروف عد عد واوي ادن كو قرو دغالك مانتا اي قال كول جيرتو مسلمين تا نينكي كا قيب قاتا غعنا كا غيستا افي ادن با سي مسلمين تا لو نافي ابن لوو غيستو مغعي دوني هوتيني وكافر بالله العظيم.